ما حكم الزوجة التي ترفع صوتها على الزوج في أمور حياتهم الزوجية؟ نقول لهذه الزوجة أنه إن رفع صوتها على زوجها من سوء الأدب، وذلك لأن الزوج هو القوام عليها وهو الراعي لها، فينبغي أن تحترمه وأن تخاطبه بالأدب، لأن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما وأن تبقى الإلفة بينهما، كما أن الزوج أيضا يعاشرها كذلك، فالعشرة متبادلة. قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فنصيحتي لهذه الزوجة أن تتقي الله عز وجل في نفسها وزوجها، وأن لا ترفع صوتها عليه، لا سيما إذا كان هو يخاطبها بهدوء وخفض صوته. نعم.